شلون الاخبار؟ خلصت مشكلتكم وين؟ خلصت سيدي رحمه الله عليك. جزاك الله خير وبارك الله فيك. تعال عمو تعال 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 هسه قوم تتمر من شويه يا اخي هو حرمه علي سيدي كان متمطر الدنيا تفرطع على المدرسه توقع على الموقف احنا نطلعهم والله العظيم مطرق مو في الارض هذا يعني مال طريق واحد سيدي بس عبور يلا نقدر نسوي الكذاب موجود هنا عند الدويا ما الكذاب نعم راح يفصل مواسم الكذاب ماذا نسوي؟ اي مجال مال مين نعم قائد الفرقة الخامسة التابعة للشرطة الاتحادية عبيد لوي على هذه المبادرة الجميلة التي قام بإنشاء جسر يربط ما بين حي المغرب وحي المطاحن، لأن الجهة الثانية لا يوجد فيها مدارس، فعند فصل الشتاء يعانون الطلاب من صعوبة التنقل ما بين هذه المنطقة والأخرى. ونشكره جزيل الشكر على هذه المبادرة الجميلة. أمو والله هذا جسر فادنا عروحة عجاية، كنا نروح نطمس بالماء. فرقة عميد لؤي الفرقة الخامسة الله يحفظه عملنا جسر على روح نجي كنا نشفص بالماء ونطلع. نحن بس نطالب من البلدية إنه شيلونا الوسخ ونشكر اللي عمل لنا الجسر، الحمد لله يعني عم يتمنا، ولأن كنا كل ما نروح ونجي على المدرسة لي هون نطمس بالطيانات وش يصير بينا. الحمد لله ونحن نشكر كل من عمل لنا الجسر أي نحن فرحانين حيل، ولأن بالمدرسة كنا حتى من الروح الكل يعيب علينا لأن كنا نفوت بالطيانات وهكذا.